جزاكم الله خيرا. هذا السائل يقول: شيخ، من يسهر ولا يستطيع أن يصلي الفجر إلا بعد خروج الوقت، فهل تقبل منه؟ وما حكم بقية الصلوات التي يصليها في وقتها؟ الذي يتعمد تأخير الصلاة عن وقتها لا تقبل منه، لأنه أخرجها عن وقتها ولم يصلي كما أمره الله سبحانه وتعالى، فيجب عليه أن يصلي مع الجماعة في المسجد الفجر وغير الفجر. لكن لو غلبه النوم في بعض الأحيان من غير قصد، فهذا يصلي متى ما زال عذره كالنوم، يصلي إذا أو نسيها يصليها إذا ذكر أو زال عذره، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكر، لا كفارة لها إلا ذلك. أما أنه يتعمد هذا ويقول سأصليها إذا قمت، الأمر ليس بيدك وليس لك فيه خير، هذا أمر الله سبحانه وتعالى، لا تتصرف فيه حسب هواك ورغبتك، ولا تقبل صلاتك إذا تعمدت إخراجها عن وقتك. نعم.